السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي الكرام في هذا الدرس الخاص بضمائر الإشارة les adjectifs démonstratifs، أو أيضا نقوم بتسميتهم بأسماء الإشارة. حسنا، سؤال دائما يطرح لدى الكثير منكم: متى نستخدم ce؟ متى نستخدم cette؟ متى نستخدم سات التي تكتب ب دو تي او، ومتى نستخدم كل واحدة منهما؟ وأيضا لدينا ضمائر أخرى مثل سي 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 او اس سي. لا تقلق ولا تقلقي، في هذا الدرس سوف نعرف متى نستخدم كل واحدة منهما مع أمثلة كثيرة أيضا سنعطيها لكم في نهاية الدرس، ونعطيكم أيضا بعض الوقت حتى تجيبوا بأنفسكم. لكن أولا سوف نشرح لكم متى نستخدم كل واحدة منهما. بالنسبة للمذكر، الأشياء المذكرة التي نريد الإشارة إليها، لدينا نوعين من أسماء الإشارة، الأول هو س والثاني هو سات التي تكتب سي او تي. س الأولى نكتبها عندما يكون الشيء أو الاسم الذي نريد أن نشير إليه يبتدئ بحرف ساكن وليس اون فويال. عكسها في الحالة الثانية، نكتب سات التي تكتب سي او تي سات عندما يكون الاسم الذي نشير إليه يبتدئ ب اون فويال بحركة، وهم ا او اي او يو إغريغ. مثلا شجرة بالفرنسية هي arbre تبتدئ ب A، نقول cet arbre cet arbre cet arbre est grand، هذه الشجرة كبيرة cet arbre، ولا نقول ce arbre، لا يمكننا أن ننطق ce arbre لأن هنا يلتقي E مع A، حركتين تلتقيان. deux voyelles se coïncident ici، alors on dit pas ce arbre، on dit cet arbre. والعكس صحيح، عندما تكون الكلمة لي فيها أي حرف آخر باستثناء هذه الحروف الخمسة التي ذكرناها، نقول par exemple ce chien، هذا الكلب ce chien. مثلا هذا الولد ce garçon، لا نقول cet garçon لأن ج التي يبتدئ بها garçon هي من الحروف الساكنة وليست من الفويال، لذلك نقول ce garçon. هذا بالنسبة للأسماء المذكرة ce و cet. ce و cet خاصة بالمذكر. بالنسبة للمؤنث، لدينا فقط اسم واحد نستخدمه دائما، سواء كان الاسم يبتدئ بفويال أو بحرف ساكن أو أي شيء، هو اسم واحد فقط نستخدمه دائما وهو سيت سيت. par exemple مثلا une ampoule، مصباح في الفرنسية هو une ampoule، une ومؤنث في الفرنسية، لذلك نقول cette ampoule cette ampoule est allumée، هذا المصباح مشتعل cette ampoule est allumée. جميل، حسنا، ذكرنا الآن ثلاث أسماء إشارة سو سيت نستخدمها مع المذكر وسيت التي تكتب سي او دو تي او مع الأسماء المؤنثة. لدينا اسم أخير خاص بالجمع، ان ادجكتيف ديمونستراتيف بلوريال سي سي، اون ليكري سي او اس. نفس الأسماء التي ذكرناها من قبل، قلنا ان شيان للجمع نقول سي شيان، هذه الكلاب سي شيان. ان اربغ للجمع نقول سي زاربغ سي زاربغ. ولاحظوا معنا النطق سي زاربغ عندما يلتقي اس مع حروف حركية نقوم بتحويل اس الى زد سي زاربغ. ايضا قلنا مصباح اون امبول، جمعها نقوم بالاشارة الى الجمع بسي زامبول سي زامبول، هذه المصابيح سيزون بول. جميل، الآن أمثلة.
وسوف نعطيكم ثواني حتى تجيبوا بأنفسكم ثم نصحح. الجملة الأولى: Fleur danse. هل سنقول ce fleur danse أو cette fleur danse أو cette التي تكتب c e d t e cette fleur danse؟ نعم جميل، سوف نقول cette fleur danse التي تكتب c d t e، لأن fleur هو اسم مؤنث، une fleur. جميل، لدينا الآن جمع fleur. Fleurs sont jaunes. ماذا سنقول؟ Fleurs sont jaunes. نعم سوف نستخدم ضمير الإشارة الخاص بالجمع Ces fleurs sont jaunes. جميل. Ballon est blanc et noir. هذه الكرة بيضاء وسوداء، فيها لون أبيض وأسود، فماذا سنقول؟ نعم جميل، سنقول ce ballon. ce ballon، لأن أولا الاسم هو مذكر un ballon ce ballon، وثانيا لأن ballon لا يبتدئ بحروف حركية les voyelles، بل يبتدئ ب ب حرف ب، وهو ليس ضمن les voyelles. وعندما يبتدئ بحرف من حروف الحركة لفويل سوف نستخدم سيت التي تكتب سي او تي. جميل، قلنا سو بالون اي بلون اي نوار. المثال الثاني: بروفيسور بارل. الأستاذ يتحدث، نقصد هنا بروفيسور مذكر. نعم جميل، سو بروفيسور بارل. جميل، مثال آخر: enfant est surpris. فماذا سنكتب؟ enfant هو اسم مذكر، لكن لاحظوا معنا هناك حالتين، إما أنه يبتدئ بفويل أو يبتدئ بحرف ساكن. enfant يبتدئ ب e وهي ضمن الفويل، إذا سوف نستخدم cette التي تكتب c e t. cet enfant est surpris. جميل. élève travaille. لدينا هنا جمع، ودائما عندما يكون الجمع ماذا سنستخدم؟ نعم C التي تكتب C E S. ses élèves travaillent. جميل، مثال أخير سوف نختم به، وأحسنتم أصدقائي الكرام. هنا دام أتون، سيدة تنتظر. دام أتون، ماذا سوف نستخدم هنا؟ نعم، فضام هو اسم مؤنث، وليست لدينا حالتين في المؤنث، نكتب دائما سيت في المؤنث، سيت دام أتون. جميل، ونتمنى أنكم تعلمتم معنا في هذا الدرس أسماء الإشارة ومتى نستخدمهم، ونتمنى لكم دائما كامل التوفيق. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما، وإلى اللقاء.